اليوم سنقوم بتعلم أكثر عن نماذج الووردبريس. طبعا هذه اللوحة أنا عرضتها من قبل أعتقد، وهي لوحة جدا جدا مهمة، يجب أن تبقيها معك، وأنا سأترك رابطها في صندوق الوصف. وسنقوم نحن اليوم بتصفح عدد كبير من هذه الأشياء، ليس كلها، لأن ليس كلها مهمة وليس كلها مستخدمة يعني بالشكل العادي أو الشكل الدائم. فبعض الأشياء دائما مستخدمة، بعض الأشياء يعني فقط لها حالة خاصة. فنحن سنتعامل مع الأشياء الرئيسية ونتعلم عنها اليوم. فإذا لنبدأ. فإذا نحن بداية عندما قمنا بإنشاء هذه الأمور، قمنا بإنشاء التمبلت، فقلنا أن أهم تمبلت لدينا هو ملف الإندكس. أيضا لدينا ملف الأركايف الذي نحن قمنا بإعادة تسميته لزيرو، فدعونا نعيد تسميته للشيء الذي مطلوب. إذا أركايف، وهنا سنكتب archive.html. فالآن أعزائي إذا عدنا لموقعنا هكذا وذهبنا مثلا إلى مقالات وتصنيفات، جيد، وذهبنا إلى تصنيف طبيعة هنا، فسيظهر لنا صفحة الأركايف. وإذا قمنا بتحرير الموقع أيضا سيظهر لنا All Archives. فإذا الآن أصبح الشيء الذي نقوم بتعديله هنا هو ملف الأركايف الموجود هنا. بكل بساطة يمكن أنا أن أقوم بمسح هذا الأركايف، جيد. وممكن كبداية لي ماذا أفعل؟ أقوم بنسخ كل شيء موجود بالإندكس في الأركايف، فكوبي الإندكس.html، سأقوم بنسخ كل محتوياته بالأركايف.html. طيب، فالآن سأقوم بالتحديث، يفترض أن يظهر الآن كل شيء بملف يعني ملف الإندكس، كل شيء نفسه بملف الإندكس. طبعا ربما تتساءل تقول طيب ملف الأركايف ما هو فائدته، ما الشيء الذي يظهره؟ فإذا ملف الأركايف نعود لهذه الصورة، فإذا لاحظوا الأركايف، الأركايف يعني الأرشيف. ماذا يعني الأرشيف؟ الأرشيف يعني مجموعة من المقالات، التي كل المقالات، قد تكون كل المقالات المكتوبة على الموقع، قد تكون مقالات تحت تصنيف معين، قد تكون مقالات تحت كلمة مفتاحية معينة يعني وسم يعني تاج معين، وقد تكون مقالات حسب تاريخ معين، مثلا حسب الشهر 9 مثلا أو سنة 2020. فهذه الأشياء نجدها أين، أو المقالات حسب المؤلف أو مقالات المؤلف يعني. فإذا هذه الأشياء كلها تكون ضمن صفحة الأركايف، وكلها أنا بشكل عام ممكن أن أعرض لها كلها صفحة الإندكس. لاحظوا هذه الأرشيفات يمكن كلها أن أعرضها بالإندكس، ويمكن أن أنشئ لها ملف أركايف خاص بها. لاحظوا أعزائي الملفات هنا اسمها archive.php. في الآن نحن نتعامل بـ HTML، فكل التسميات تبقى كما هي وتأخذ PHP وتضع HTML، وبداخل الملفات يكون Gutenberg tags و HTML عادي. فإذا الآن بالأركايف هكذا يوجد كما قلت عدة أشياء، التي هي التصنيفات، التي هي التاجز، والتاريخ والمؤلف. يمكن أن ننشئ واحدة لكل منها أو ننشئ ملف واحد نسميه archive.html كما نحن أسميناه. فإذا الآن المحتويات هنا لاحظوا هي محتويات الإندكس، ولدينا هنا لدينا حلقة استعلام. هذه الحلقة استعلام لاحظوا تأكدوا أنها تضمين استعلام من القالب، وأنا شرحت يعني تضمين استعلام من قالب ماذا يعني، يعني شرحت كثيرا، فعودوا الفيديو الذي يشرح هذه المعلومة وافهموها جيدا. فإذا تضمين الاستعلام من قالب ضروري جدا، أن هذه صفحة الأركايف أنا أريد، أو الأرشيف أنا أريد فيها الأشياء الخاصة بهذا الأرشيف الذي يطلبه الشخص. فإذا طلب أرشيف الوسم فأنا أريد الوسم، أرشيف التصنيف التصنيف، أرشيف المؤلف المؤلف، أرشيف التاريخ التاريخ، وهنا يتضمن استعلام القالب من القالب. طيب الشيء الذي أنا سأضيفه هنا فوق حلقة الاستعلام Add Before، وهنا سأضيف شيء اسمه Archive Title، نسيت اسمه حقيقة لكن سأبحث اسم الأرشيف ربما، لا، فإذا بعض هنا الأرشيفات لا،
تايتل، نعم هذا هو الذي أنا أريده، أريد عنوان الأرشيف، هذا هو عنوان الأرشيف. فإذا الاسم بهذا الشكل. فإذا الآن لو قمت أنا بالحفظ وعدت لطبيعة وتحديث، الآن سيظهر لي التصنيف طبيعة، لا يوجد نتائج. فإذا الآن سيظهر لي اسم التصنيف وهذا الشيء الذي جاء هنا. طبعا أنا يمكن أن أقوم مثلا بمسح هذه التصنيف، كلمة التصنيف، من خلال إلغاء إظهار نوع الأرشيف بالعنوان، أقوم بإلغائها، وحفظ وحفظ، وهنا تحديث. فإذا الآن سيظهر لي فقط كلمة طبيعة. جيد، أنا سأعيدها حتى يعني نتعلم أكثر عن الموضوعات وحفظ. طيب الآن بالنسبة للوسوم، جيد، فإذا لدينا هذا الوسم مثلا، فإذا قمت أنا بعرضه، لاحظوا أيضا سيعرض لي الوسم كذا. جيد، فإذا هذا الشيء جاء من أين؟ جاء من نوع الأرشيف الاسم، وهذا الدايناميك، دايناميك يعني ديناميكي، يعني حسب الشيء الموجود يعطيك الاسم. إذا كان وسم يقول وسم واسم الوسم، إذا كان تصنيف يقول تصنيف واسم التصنيف، فهذا يعني ديناميكي أو دايناميك. وأيضا سيعرض لك المقالات التي أدنى هذا الوسم، التي تتبع لهذا الوسم. ما هذا الوسم؟ هذا هو، لاحظوا، موجود في كل المقالات التي يعني أرجعها. ولذلك مهم جدا أننا قلنا تضمين الاستعلام من القال. الآن بكل بساطة يمكن أن نقوم نحن بنسخ كل المكونات والعودة لصفحة الأركايف، وسأمسح هذا كله وسألصق الشيء المطلوب. إذا عدت للأعلى هنا، لاحظوا في الأعلى المكون الذي أنا أضفته الخاص باسم الأرشيف اسمه Query Title، والتايب الخاص به Archive. جيد، فإذا نحن أخذنا Query Title اسمه، الـ Attributes له Type Archive. لا يهم أن تفهم هذا، لكن أنا أقول لك معلومات حتى تراكمها في ذهنك وتكون مألوفة لك في المستقبل أو معتاد عليها يعني. طيب فإذا هذا هو الأرشيف. إذا عدنا لهذه الصفحة سنجد أن يمكن أن نضيف أرشيف خاص فقط للكاتيجوري، وأرشيف خاص فقط بالديت، وأرشيف خاص بالتاج، وأيضا يمكن أن نضيف أرشيف محدد، أو عفوا نضيف أرشيف معين، نعم، ونموذج معين خاص بالتاج فقط أو خاص بالتصنيف فقط. واضح؟ فإذا أردت إنشاء هذا بكل بساطة، لاحظوا سأنشئ ملف هنا اسمه category.html، وسأكتب هنا category، وسأكتب أيضا، سأنشئ ملف اسمه tag.html، وسأكتب هنا tag. الشيء الذي سيحدث هنا أنه سنطلب الآن الآن سنطلب هذا الوسم، فهذا الوسم سيأتي إلى هنا، سيكون هنالك ملف اسمه tag.html، فسيتم تحميل هذا الملف الذي أنشأته. إذا قمت بالتحديث، لاحظوا تم تحميل ملف tag. طيب بالنسبة للكاتيجوري، إذا عدت مثلا كاتيجوري بالتصنيفات وعرض، سيعرض أيضا كاتيجوري. طب الآن تقول لي لماذا لم يعرض archive؟ لأن هنالك تسلسل بالملفات، تسلسل، التسلسل هو التالي. إذا لم يكن هنالك ملف archive.html، سينظر لملف index، هذا شرحناه في وقت سابق. الindex هو الافتراضي، ولذلك هو ملف أساسي بالقالب. إذا وجد archive سيقوم بتحميل archive، إذا وجد الكاتيجوري للكاتيجوري سيقوم بتحميله، إذا وجد التاج سيقوم بتحميله. فنحن يمكن أن نقوم مثلا بإنشاء نفس الشيء، إذا أردنا أن ننشئ مثلا ستايل مختلف للكاتيجوري وستايل مختلف للتاج، فيمكن أن نقوم بذلك. فأنا فقط سأقوم بكوبي الأركايف للتاج، وأيضا كوبي الأركايف للكاتيجوري، بمعنى أنني محتويات التاج والكاتيجوري ستكون نفسها محتويات الأركايف. بملف التاج هنا في الأعلى، جيد، فقط سأكتب هنا مثلا، ربما أكتب هنا تاج هكذا، أو أكتب هذا ربما نستفيد منه لاحقا، this is tag template. أما بالنسبة للكاتيجوري، جيد، فأنا سأكتب هنا this is category template. فإذا الآن لو ذهبنا
عرض الكاتيجوري طبيعة، لاحظوا الآن this is category طبيعة ولا يوجد. إذا عرضنا الوسم الآن سيتم عرض this is tag template. وأيضا لو قمت بتحرير الموقع هنا سأذهب للتمبلت الخاص بالتاج، لاحظوا اسمه tag archives. وإذا ذهبت للطبيعة أيضا سأذهب لكاتيجوري archives. جيد، فإذا هذه الفكرة التي أردت أن أقولها لكم اليوم. هذه الصورة إذا كنت مطور ووردبريس احتفظ بها، احتفظ بها، مهمة جدا، نزلها لديك، وضعها في ملف ودائما انظر إليها، ستحتاجها صدقني، ستحتاجها إذا طورت قوالب، ستحتاجها، ستنظر دائما للوحة وتعرف ما الملف الذي تريد إنشاؤه. هذا هو بالنسبة للأركايف. فإذا عادة النماذج الذين الأشخاص الذين يقومون بصنعها التالية، فقط أركايف وأحيانا كاتيجوري وتاج. أيضا يمكن مثلا إذا أردت أن تنشئ قالب مثلا مخصص جدا، يمكن أن تنشئ أركايف أخرى مثلا للمؤلف لكذا. أنا لا أريد إنشاء هذا، يعني فقط نكتفي بهذه النماذج.